هل يجوز لي أن أرمي جمرة العقبة وأطوف بالبيت وأحلق رأسي وأتأحلل وألبس ثيابي قبل أن أذبح ذبيحتي؟ نعم يجوز، لأن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق حلق تحلل الأول وجاز له أن يلبس ثيابه وأن يفعل كل شيء كان محظورا عليه في الإحرام ما عدا النساء. فإذا انضاف إلى ذلك إلى الرمي والحلق طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة حل له كل شيء حتى النساء وإن لم يذبح الهدي. لكن الأولى أن يبادر فيرمي جمرة العقبة أولا ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يتحلل ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى. هذا هو الأفضل. طيب لو رمى جمرة العقبة وذبح هديه هل ينزل لهم يتحلل؟ لا ما يتحلل، صحيح أنه لا يتحلل إلا بالرمي والحلق، وأن الرمي وحده لا يحصل به التحلل.